ينضم إلينا من الرياض المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي. مرحبا بك رائد محمد. هل هناك أو ورد لديكم اتصالات أو كان هناك اتصالات واردة إلى الدفاع المدني بسبب الحالة الغبارية اليوم؟ ولله الحمد حتى هذه اللحظة لم يرد أي اتصال نتيجة موجة الغبار التي دخلت العاصمة الرياض ومحافظات ساعات الفجر. ومن المتوقع بتقرير مصلحة الأرصاد انتهاء خلال الساعتين القادمة. حتى هذه اللحظة الاتصالات والبلاغات التي ترد هي بلاغات اليومية الطبيعية كحوادث معتادة، لكن كحوادث ناتجة عن موجة الغبار حتى هذه اللحظة ولله الحمد لم تسجل أي حالة. نعم رائد محمد، هل هناك إرشادات أو ما هي الإرشادات التي يجب أن يتبعها في مثل هذه الحالات؟ أخذ الحيطة والحذر أمر واجب جدا، خاصة قاعد المركبات نتيجة تدني الرؤية، وأيضا من يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي نتمنى منهم البقاء في منازلهم وعدم التعرض لهذه الأجواء حتى تنتهي هذه الحالة. ايضا هذه الحاله هي قد تستمر الساعتين القادمه، نتمنى من الجميع متابعه وسائل الاعلام، متابعه موقع مصلحه الارصاد لمتابعه الحالات المتوقعه، موقع الدفاع المدني والمواقع الخدميه التي تساهم وتساعد في عمل الاجهزه كافه في مثل هذه الحاله. نعم، هل هناك اي تنسيق بينكم وبين الهيئه العامه للارصاد وحمايه البيئه؟ كل التحذيرات والتنبيهات التي تصدر لدى الجهات الدفاع المدني والجهات الاخرى هي مبنيه على تقرير مصلحه الارصاد، وبموجبه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه. تقارير الزملاء في مصلحه الارصاد مستمره وواضحه للجميع، وايضا لمتابعي والمواطنين بامكانهم ايضا ان يتابعوا هذا التقارير وأخذ الحيطة والإرشادات التي تطلقها الجهات الأخرى. نعم، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، شكرا جزيلا لك.